السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم من جديد، يا رب تكونوا في أفضل حال. في فيديو اليوم بنتكلم عن واحدة من الخصائص أو الأدوات المهمة واللي ما يعرف عنها الكثير في برنامج الرفت، وهي السكوب بوكس. نقدر نقول عنه مربع ثلاثي الأبعاد يستخدم لتعيين النطاق، يشبه بطريقة عمله السكشن بوكس أو الكروب ريجن. بنعرف أهميته وطريقة استخدامه مع مختلف الفيوز مثل بلان وسكشن إليفيشن وثري دي والطرق المختلفة للتعديل عليه. خلونا ننتقل للرفت ونتعرف على السكوب بوكس بالتطبيق العملي. ممكن نلجأ لاستخدام السكوب بوكس في رفت لعدة أسباب. على سبيل المثال عندنا مبنى نحتاج نسوي له رينوفيشن ونبغى نقسم المبنى للجزء الأول الثاني الثالث الرابع، أو مثلا على سبيل المثال خلصنا التصميم ونبغى نبدأ نشتغل على الكونستركشن دروينجز ونبغى نقسم هذا العمل على مجموعة من الأشخاص، فنقسم المبنى باستخدام السكوب بوكس. طريقة استخدامه، نوصل له من قائمة فيو وبعدها نختاره من هنا من كرييت، بيكون عندنا السكوب بوكس. زي ما احنا شايفين ما له اختصار على الكيبورد، بس لو تحب تعرف كيف تسوي اساين لأي امر في رفت ما يكون له اختصار على الكيبورد ممكن ترجع الفيديو التبس والتركس في رفت، ظهر لك الفيديو على الشاشة وحطيت لك اياه في الوصف. المهم نضغط على السكوب بوكس من هنا، زي ما احنا شايفين طلع لنا بس الاسم اننا نسميه والهايت اننا ندخل الارتفاع من هنا. في كذا معلومة هنا مهمة نبغى ننتبه لها. بالنسبة للاسم ممكن تسميه من البداية من الآن وممكن تسميه بعدين، يعني بعد ما تسوي له كرييت تعيد تسميته. لكن بالنسبة للارتفاع، الارتفاع الفرصة الوحيدة انك تكتب الارتفاع او الهايت كرقم انه الآن لما تسوي له كرييت. بعد كذا طبعا بيكون عندنا الكريبس ونقدر نتحكم فيها، بس ما راح نكون عارفين بالضبط العدد. ممكن يكون بالنسبة لك شيء مهم، ممكن يكون بالنسبة لك شيء مو مهم، لأنه المهم إن نغطي الجزء اللي إحنا نبغى نغطيه، مو لازم يكون العدد بالضبط. المعلومة الثالثة والأخيرة اللي أبغاك تعرفها وتنتبه لها لما تبدأ باستخدام السكوب بوكس، إنه بيبدأ بنفس الليفل اللي أنت بدأت فيه. يعني لما تروح وتبدأ من ليفل 2 ما راح يغطي لك ليفل 1. بعدها طبعا نقدر نرجع ونسحبه من 3D ونخليه يغطي ليفل 1، لكن لو تبغى هذا الشيء يكون جاهز لك من البداية، يكون من البداية ابدا بالليفل الصح اللي انت تبغاه تبدا فيه. نبدا نسميها، مثلا نسميه هذا بارت 1 بارت 1، ونحط الارتفاع مثلا هنا 25، وبعدها نبدا نرسمه. مثلا نبغى الجزء الأول يغطي لنا هذه المنطقة، فإحنا هنا حطينا الأول، نبدأ الثاني من الفيو نختار من هنا سكوب بوكس ونبدأ في الجزء الثاني نعين من هنا 25 متر نفس الارتفاع، وهنا مثلا نسميه بار 2 ونرسمه هنا. طبعا بعدها بيكون كل ما نحدد على واحد ممكن نتحكم فيه بهذا الشكل. نسوي الأخير من الفيو نختار سكوب بوكس نسميه بارت 3 ونخلي الارتفاع نفس الارتفاع. نحدد الجزء الثالث من هنا، وممكن يكون شوي داخلة على بعض عشان نتأكد انه كل المبنى غطينا، وهذا الجزء الثالث نشوفها في 3D. نروح لل3D بتكون ظاهرة عندنا بهذا الشكل. طبعا ممكن يكون زي ما قلت لكم عندنا هذه الكريبس ونقدر نتحرك فيها. لو نبقى نشوف أكثر أي سكشن احنا يعني محددين عليه، ممكن نفتح التو فيوز جنب بعض، نضغط على WT وبعدها نشوفهم مع بعض. يعني لو نبغى نحدد على الجزء اللي هنا حددنا عليه فبيكون متحدد في 3D، وبعدها نتحرك من هنا مثل نبغاها ينزل على تحت. بس دقيقة، نحدد عليه من البلان وبعدها نسحبه من هنا، أو ممكن نحدد عليه لو يعني ما يفرق أي واحد نرجعه على تحت أو نسحبه على تحت، وبقى لنا آخر واحد نحدد عليه. ونسحبه، فكذا نكون تأكدنا انه غطينا المبنى
كامل. الآن نبغى نسوي دوبليكيت للبلانز ونسوي أساين لكل واحدة منهم للسكشن الخاص فيها. نسكر 3D. اللي بنسويه إنه بنروح للبيس ليفل، نضغط في الماوس رايت كليك ونختار دوبليكيت فيو ونختارها as dependent بحيث إنها تكون جزء منها، وما يكون يعني لما كذا نسكرها يكون كلها تحتها، ما يكون البروجكت براوزر والفيوز كذا متلخبط علينا. فنسوي كذا لكل الفيوز. طبعا كل واحدة بنسوي لها 3 مرات بحيث إنها تغطي الثري بارت اللي إحنا قسمنا عليها. بعد ما سوينا دوبليكيت لها كلها، الكل طبعا كل ليفل بيكون متقسم 3 أقسام. نروح لأي واحدة من الفيو، بعدها نبغى نسكر كل الفيوز هذه اللي مفتوحة مع بعض، أو نروح الليفل 1 ونبغى نسكر كل الفيوز اللي فتحها لنا من الفيو. نختار من هنا close inactive، فبيسكر كل الفيوز اللي فتحها بضغطة زر. الآن كيف نسوي assign؟ يعني هذا البوكس أو السكوب بوكس الأول يكون على الأجزاء الأولى، والثاني يكون على الثانية، والثالث يكون على الثالثة، وهكذا. قبلها خلونا نسوي رينيم بس عشان ما نتلخبط بالأسماء. نسميها إما أن نضغط على الاسم وعلى طول يفتح لنا ونسميها، أو أنه نضغط في الماوس رايت كليك ونختار رينيم، يعني شوف الطريقة اللي تريحك. فمثلا هذا بارت 1، ممكن نسوي له كوبي بحيث اننا لما نرجع نكتب مره ثانيه. فكذا خلصنا وسوينا رينيم لكل هذه المخططات. طبعا لو تبغى السيلينج بلان تسويها بنفس الطريقة وتقسمها، ممكن طبعا تسوي كذا بكل سهولة، بس احنا بنكتفي باليوم في البلانز. بس نسكر الفيوز بس عشان شوي ما نتلخبط، لانه اصلا هذا الحالة صار طويل. الحين نبغى نسوي اساين، بس ما نبغى نمسك واحدة واحدة ونسوي لها اساين. مثلا الحين ليفل 1، الطريقة اصلا بكل بساطة اننا بنروح للبروبرتيز وننزل لي تحت عند اكستنت، ومن هنا نختار السكوب بوكس، نختار من هنا بارت 1. بس احنا ما نبغى نسوي الوحده واحده، فاللي نبغى نسوي انه احنا واحنا ماسكين الاولى نستخدم الكنترول، نستخدم ناخذ الاولى من ليفل 1 والاولى من ليفل 2، البارت الاول والثالث والرابع باستخدام كنترول، كلها حددناها مع بعض. من البروبرتيز على طول ننزل تحت ونختار من هنا سكوب بوكس انه الجزء الاول، فكذا بضغطه زر سويناها. الحين الثاني، نختار الثاني، الثاني من هنا، الثاني، نستمر ضغطين على الكنترول حددناهم. من البروبرتيز مرة ثانية سكوب بوكس، نختار الجزء الثاني. آخر مرة الثالث، نروح ونختار من هنا للجزء الثالث. الآن لو فتحنا أي واحدة مثلا بارت 1 بنشوف إنه محدد لنا بس الجزء الأول من هنا، والجزء الأول من هنا، والثاني من هنا، والثالث من هنا. ولو عدلنا السكوب بوكس بأي مكان، مثلا زودنا على، خلونا نشوف مع بعض، مثلا زودنا خليناه يغطي كل هذا، بنروح نشوف على طول انها على طول اوتوماتيك بتتعدل في كل الفيوز. نتراجع بس عشان نرجعه لنفس المكان، فصار غطى لنا بس بالجزء الاول. فهذه طريقة كيف نقسمها بالنسبة للمخططات. لو حبينا مثلا سكشن رسمناه ونبغى يحدد لنا يكون بس اخذ الجزء الاول، طبعا ممكن نسويه من اول ما نرسم السكشن. يعني جينا ورسمنا سكشن وحطينا هذا السكشن مثلا يغطي هذا الجزء كامل، طبعا زي ما احنا شايفين انه هو غطى لنا الجزء الثاني والجزء وجزء من الجزء الاول وجزء من الجزء الثاني. فاحنا محددين عليه حتى قبل لا نفتحه، ممكن من البروبرتيز نجي من هنا ونختار سكوب بوكس وانه يغطي الجزء مثلا الاول فقط. الان بنشوف انه بس بيكون في الجزء الاول. نتراجع، خلينا نفتح الفيو ونشوفها واحنا نحطها، نختاره ونختار go to view. خلونا نسوي WT زوم اول بس علشان نشوفه وهو يتغير. الان واحنا محددين على السكشن، ممكن نروح ونختار من هنا من البروبرتيز، نختار مثلا السكوب بوكس اللي مغطيه بس نبغى الجزء الاول، فبنشوف انه على طول تغير من هنا اوتوماتيك وصار الجزء الاول. يعني ممكن اول ما نرسمه او بعد ما نرسمه،
مثلا نبغاه بس يغطي لنا الجزء الثاني، نختار الجزء الثاني، نختار الجزء الثاني، نضغط على apply، فكذا على طول بنشوف انه على طول تغير اوتوماتيك وصار للجزء الثاني. في معلومة جدا مهمة ابغاك تنتبه لها، ان الفيوز اللي صارت تبع او حددنا لها سكوب بوكس بنشوف ان الكروب ريجن بتكون غير مفعلة من هنا، يعني اما انك تشتغل في الكروب ريجن او انك تشتغل في السكوب بوكسز. نفس الشيء في السكشن، يعني الان السكشن موجود طبعا داخل سكوب بوكس احنا حددناه من هنا، لو حطيناه نون بتشوف من هنا، بس انتبه لي على العلامة اللي هنا، لو حطيناها نون بيكون تقدر تستخدم الكروب بوكس، عفوا الكروب ريجن عادي، لكن لما تجي وتعين يكون سكشن اليفيشن او 3D تستخدم السكوب بوكس على طول يتم عدم تفعيل الكروب ريجن، يعني ما راح تقدر تتحكم في الكروب ريجن وسكوب بوكس واحد منهم فقط. وايضا في 3D الحين شفنا سكشن، خلونا سكشن نسكر هذا السكشن، نروح لل 3D. 3D نفس الشيء طبعا ممكن تسوي له دوبليكيت العدد الاجزاء اللي موجوده عندك، مثلا نشوفه بهذا الشكل، وممكن تسوي له دوبليكيت وتسميه مثلا بارت 1 و 2 و 3 نفس الشيء. وممكن مثلا نشوف بس كمثال هنا انه لو اخترنا انه الجزء الاول، نضغط على ابلاي، بيكون بس سوالي بالضبط تقريبا زي فكرة السكشن بوكس. وهنا بنشوف انه السكشن بوكس تعطل، يعني في 2D بتتعطل عندنا الكروب ريجن، في 3D بيتعطل عندنا الكروب السكشن بوكس، سكوب بوكس عفوا او سكشن بوكس. نضغط على نون، فممكن هنا نستخدم بعدها السكشن بوكس. نشوف بارت 2، فقص لنا اياه بهذا الشكل، نشيله او نحط 3، نضغط على ابلاي، وكذا بكل سهوله تقدر تستخدم السكوب بوكس بغض النظر عن السبب. طب ممكن ايضا في معلومه بسيطه حابه اشارككم اياها، وهي لو كان المبنى مثلا روتيتد على جهه معينه، يعني لو رحنا رسمنا مثلا في الوولز وكان شكل المبنى، نرسم في اللاين مثلا هنا في الكروب ريجن نلغيها، ورسمنا مثلا كان شكل المبنى بهذا الشكل مايل، وحبينا نسوي هنا سكوب بوكس بنفس الوقت، ما نبغى يكون شكلها مستقيم، يعني لما نروح لفيو ونختارها من هنا، خلي الاسم والهايت مو مشكلة الحين، بس ما نبغاها يكون شكلها كذا، نبغاها جاية بالضبط مع المبنى. بنشوف هنا انه في علامة الروتيت ونقدر نسوي لها روتيت بسهولة، لكن لو نبغى نكون بالضبط اكزاكتلي مع شكل المبنى استخدم الروتيت فرافت، يعني انت وانت محدد عليه من الموديفاي نستخدم الروتيشن. ليه؟ لانه في الروتيت نقدر نحركها ونخليها مثلا هنا، فبكذا نقدر نكون دقيقين اكثر، ممكن نحركها بهذا الشكل وبعدها نسوي روتيت مرة ثانية، حتى ممكن نسوي لها موف أول لين المكان اللي احنا نبغاها تسوي روتيت تكون معاه، وبعدها نسوي روتيت، ننقلها لهنا، نسوي زوم تكون مثلا من هنا لهنا، فطبعا بهذا الشكل بتكون مع المبنى بالضبط. زي ما إننا نقدر نسوي للسكشن بوكس روتيت في 3D، ممكن طبعا هنا نستخدم الروتيت، فتقريبا صارت بهذا الشكل. فلو عندك مبنى ما يكون مستقيم وتحب تسوي لها روتيت، ممكن تسوي لها روتيت بهذا الشكل، نحذفها، نحدد عليهم، تسوي لها ديليت. فبس هذه كانت كل المعلومات المهمة اللي حبيت أشاركها معاك بما يتعلق في السكوب بوكسز في ريفت. ولهنا نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو، أتمنى يكون استفدتوا والمعلومات سهلة وواضحة وبسيطة. لو عجبك الفيديو واستفدت منه اشعرني بالضغط على زر اللايك، وبكذا تساعد أن هذه الدروس تعرض من قبل اليوتيوب على جمهور أكبر، وأكيد بكون شاكرة ومقدرة لدعمك. لا تنسى تتفرج على الدروس السابقة. إذا كان عندك سؤال استفسار أو اقتراح لا تتردد بمشاركته في التعليقات، وبرجع لك في أقرب وقت. وأخيرا لو بتسمعني لهذه اللحظة أحب أشكرك جزيل الشكر على المشاهدة، وأتمنى لك كل التوفيق والسداد. نلتقي في فيديو الأسبوع القادم، في أمان الله.